محاضرة سابقة الـ Complication of Diabetes mellitus قلنا وأهم Complication of Diabetes قلنا الهايبوغلايسيميا حكينا عليها شوية، واليوم ناخذ اللي قلنا تصير due to accidental over use of drugs or after usual dose but miss the meal. مرات بعض الأحيان ياخذ الـ usual dose مالته يعني الدوز العادية مال الأنسولين الجرعة العادية بس هو ينسى الوجبة الغذائية ممكن يصير هايبوغلايسيميا، وحكينا شوية تطرقنا للهايبوغلايسيميا. اليوم نكمل ناخذ another complication of diabetes mellitus اللي هو diabetic ketoacidosis واللي هو قلنا تصير بها تايب تايب 1 تايب 1 عافية تايب 1 تايب اللي يصير complication of تايب 1 تايب 2 ما يصير في diabetic ketoacidosis. diabetic ketoacidosis may be precipitated by infection. شنو الأسباب اللي ممكن تؤدي تخلي المريض أبو السكري التايب 1 ممكن يتحول إلى DKA أو يسميه المختصر مالته يسمونه DKA 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 يسموه دائما احنا نقول لك هذا الكيس DKA DKA يعني diabetic ketoacidosis. مرات إذا صار عند infection يعني أي التهابات ممكن يحوله إلى DKA. مرات يجيك المريض مسخن حرارة عالية سخن ولهناك وصار DKA. مرات يصير بالادلت هو تايب 1 بالادلت ويصير مثل مايوكارديال انفاكشن جلطه بالقلب جلطه ويتحول الى دي كي اي او فوميتنج. مرات يتقيأ تقيؤ شديد مثلا يفقد السوائل مثل التهاب الامعاء عنده ممكن يتحول الى دي كي اي. ان ذا ابسنس اوف انسولين ذير از انكريز ليبيد. احنا قلنا التايب 1 هو ابسنس اوف انسولين فلهذا ايش راح يصير؟ راح يصير لايبوليسيس وبروتين بريك داون يعني هم لايبوليسيس increase lipid and proteinolysis lipid breakdown and protein breakdown enhance hepatic gluconeogenesis and affect glucose entry to the cells. زين clinical consequence of diabetic are due to hyperglycemia يعني شلون تصير هاي due to hyperglycemia ممكن الهاي سيفير hyperglycemia ايش تسوي لنا بلازما hyperosmolarity تزداد الاوزمولاريتي مال البلد نتيجه الهايبرجلايسيميا ونتيجة الأسيدوسس. احنا قلنا يصعد الكيتون بودي ويصعد الاتش ايون لانه نتيجة انسولين سفشنسي فراح يصير لايبوليسس فراح يصير الفاتي اسيد والكيتون بودي هم مصدر يصعد هم سورس اوف انرجي راح يصير فاتي اسيد هو سورس اوف انرجي فممكن اسيتال كو اي يتحول الى كيتون بوديز والكيتون بوديز من تطلع وياها اتش ايون فيصير اسيدوسس المريض فلهذا يصير كيتون عالي والاتش ايون عالي فلهذا يصير كيتو اسيدوسس بالاضافه الى جلوكوز يوريا. بلازما جلوكوز كونستريشن يوجوال رينج فروم 20 تو 40 ملي مول بير لتر من 360 ممكن الى 720 ملي غرام بير دي ال او فروم 20 تو 40 ملي مول بير لتر. هايبر جلايسيميا كوز جلوكوز يوريا. احنا قلنا هايبر جلايسيميا من يصعد التركيز الكونستريشن اوف الجلوكوز ليفل بالبلد راح يصير شنو؟ يعبر الرينال ثريشولد قلنا يصير اعلى من الرينال ثريشولد. قلنا ايش قد الرينال ثريشولد؟ قد قلنا 180 يعني يعبر الرينال ثريشولد راح يسوي لنا يبدا يعبر باليورين فيسوي جلوكوز يوريا فلهذا يسوي اوزموتيك دياريسيس راح يسحب وياه قلنا المي مو يسوي اوزموتيك دياريسيس فراح يصير ووتر لوس الكترولايت لوس راح ينفقد السوائل فلهذا يصير ديهايدريشن فراح يصير ووتر اند الكترولايت لوس بالاضافه الى ديو تو ذني هم يصير وين؟ الووتر اند الكترولايت لوس هم يصير ديو تو فوميتنج من راح اكيد انه راح يتقيأ المريض. المريض راح يتقيأ هو هذا بالدي كي اي هم تلقاه يتقيأ. اذا يتقيأ بنفس الوقت هم راح يصير عنده ووتر والكترولايت لوس which is common in the syndrome increase fluid depletion فهذا يزال الديهايدريشن. There may be hemoconcentration. قلنا there may be راح يصير hemoconcentration. زين hemoconcentration راح يصير hemoconcentration وقلنا شنو hemoconcentration اخذناها المحاضره السابقه يعني هو increase concentration of the blood cell resulting from decrease plasma volume in the blood. فلهذا هو hemoconcentration يعني معناها increase concentration of blood cells result of from يعني ممكن يصير result from loss of plasma water from the bloodstream راح يصير نتيجة فقدان الووتر فيصير أو نتيجة الإزداد الأوزمولاريتي مع الجلوكوز نتيجة زيادة الأوزمولاريتي فلهذا يصير hemoconcentration نتيجة الووتر loss يعني increase concentration of blood cells تزداد في
يصير هيموكونستريشن اند ريدكشن ان ذا جلوميرولر فلتريشن ريت، اكو يسمونه جي اف ار، اخذتوه بالفسيولوجي جي اف ار؟ اخذتوا رينال مو؟ سمعتوا بالجي اف ار اللي هو جلوميرولر فلتريشن ريت مو؟ اخذتوا الجي اف ار، يعني قلو الجي اف ار، هذا الجي اف ار وحده من العلامات اللي يعني الشغلات اللي يعتمد عليها ديبيند اون اللي يسمونها هايدريشن ستيت او يسمونها هايدروسات الهايدريشن ستيت. زين، فمن يصير هيومو كونستريشن الجي اف ار راح يقل. الهيومو كونستريشن معناها الجي اف ار الفلتريشن خلال الكدني راح يقل، وبالتالي يسوي لنا يوريميا. يوريميا يعني شنو يوريميا؟ يعني يوري يعني ورا نقص في اليوريا ديكريشن يوريا انكريز يوريا يوريا ان بلاد عافية انكريز انكريز كونستريشن اوف يوريا ان بلاد. ليش؟ نتيجة هيمو كونستريشن اليوريا. اليوريا تقسم ثلاث انواع اليوريميا يسمونها اليوريميا. اسباب اليوريميا ثلاث اسباب، اكو واحد يسمونه بري رينال يعني قبل الكدني، واكو واحد رينال مرات تسبب بالكليه، الكليه ما جاي تفلتر، ومرات هي شنو اليوريا؟ شنو اليوريا؟ شنو اليوريا هي؟ نيتروجين كمبا من الميتابوليزم او البروتين كوست برودكت، وست برودكت من الامونيا يروح بالليفر يحولها الى يوريا، واليوريا هي ووتر سوليوبل سبستانسز ويحولها ويصير بها وين؟ ويا الجي اف ار. اذا جي اف ار قوي راح يفلترها عن طريق الكدني، راح يفلترها عن طريق الكدني وين تطلع؟ يعني تفلتر. يعني بنقول جي اف ار، جي اف ار يعني فلتر، يفلترها عن طريق الكدني تفلتر. فهذا من يتفلتر السوائل تفلتر وياها اليوريا تعبر عن طريق الكدني وين تطلع؟ تنطرح عن طريق اليوريا باليورين ويتخلص من عندها البودي الجسم، يتخلص من عندها الجسم. فهنا من صار هيمو كونستريشن تعرفون بعد ديهايدريشن، صار المريض ديهايدريشن لانه جاي يفقد الووتر كله ويا اليورين. اوزموتيك دياريسيس قلنا جاي بتبول هواي المريض، اوزموتيك دياريسيس وزائد هايبرجلايسيميا. الكونستريشن اوف بلاد هنا راح يصير كلش عالي، يسمونه هيمو كونستريشن وديهايدريشن وهيمو كونستريشن. فالجي اف ار قل هنا اكيد، لان هو اهم يعني بالنسبه قلنا الجي اف ار هو يعتمد عليه، من اهم عامل هو الفاكتور هو اللي هو الهايدريشن ستيت، لازم هايدريشن ستيت ويل حتى يصير جي اف ار صحيح. زين، فهنا يصير هيمو كونستريشن. بما انه هيمو كونستريشن معناها جي اف ار راح يقل، اذا قل الجي اف ار شنو معناها؟ اليوريا ما راح تتفلتر صحيح، مو وضحت؟ اليوريا هاي اللي جاي تتكون عن طريق الليفر، الليفر اللي جاي يكونها الليفر كوست برودكت المفروض تنطرح على الكدني، بما انه قل الجي اف ار فاليوريميا، فاليوريا راح تصعد هنا. فهذا المريض بالدي كي اي اذا نشيك لليوريا ايش نلقاها؟ ندزه تحليل اليوريا ايش نلقاها؟ عاليه عاليه عاليه. ليش عاليه؟ لانه هيمو كونستريشن، لانه صار هيمو كونستريشن. عافيه فيري جود. فلهذا يصير بالريدكشن اوف ذا جي اف ار. من يصير هيمو كونستريشن اكيد راح يصير مركز البلد كونستريتد، فالجي اف ار راح يقل. الجي اف ار اذا قل بالتالي اليوريا راح تتكدس، ما راح تتفلتر وين الجي اف ار؟ اليوريا هاي اللي وست برودكت اللي تكونت من الامونيا، ميتابوليزم الليفر كونها وتصنع بالليفر، يروح الامونيا وست برودكت يحولها الليفر الى نون توكسيك اللي هي اليوريميا. اليوريا لها ووتر سوليوبل سبستانسز ويوديها تروح للبلد، تروح للكدني تنطرح عن طريق الكدني باليورين. فلهذا يسمونه بري رينال يوريميا. بري رينال يعني هنا الخلل اليوريميا، اليوريا من صعدت هنا، هل هو خلل بالكدني؟ يعني الكلى تعبانه هنا، الكدني صاير بها مثلا فيلر عجز؟ لا لا، هنا مجرد ما تعطيه سوائل هنا المريض، تعطيه فلويد، تعطيه فلويد على المغذيات. فلهذا اهم علاج هو دائما احنا اهم علاج تريتمنت للديابيتوس اهم شيء نعطيه فلويد. اول ما نعطيه فلويد اي في فلويد مغذيات نعطيه، على قول له مغذيات حتى نصلح الهايدريشن ستيت. الهايدريشن ستيت فهاي اليوريميا يسمونها بري رينال يوريميا ديو تو رينال سيركيوليتري انسفيشنسي. سيركيوليتري انسفيشنسي مو نتيجه رينال فيلر، يعني مو رينال كوزز، يعني الخلل هنا مو بالكدني، الكدني ما بيها شيء، مجرد صار دي هايدريشن
وهيمو كونستريشن الاوزمولاريتي صعدت فالجي اف ار قل بالتالي اليوريا تبقى مكدسه ما راح تفلتر. The extracellular hyperosmolarity cause shift of water out of the cellular compartment and severe cellular dehydration. قلنا تصعد الاوزمولاريتي فهاي الاوزمولاريتي راح تسحب المي منين من داخل الخليه من الانتراسيلولار الاكستراسيلولار. Loss of water from cerebral cell probably the reason for confusion and coma. فقدان المي من cerebral cell من خلايا الدماغ لانه راح يصير يسمونه cerebral dehydration راح يسوي cerebral cell dehydration راح يصير dehydration جفاف بالخلايا الدماغ. ليش؟ لانه الاوزمولاريتي بالبلد عالية راح تسحب الووتر من داخل كل الخلايا حسب التناضحيه قانون التناضحيه فراح يسحب الووتر شلون السفنجه يسمونه اوزموسيس اوزموتيك فيسحب الووتر هذا الكونستريشن هنا عالي اوزمولاريتي نتيجه الجلوكوز عالي فيظل يسحب الووتر من الانتراسيلولار من داخل الخليه لاخر خارج الخليه فيصير سيلولار ديهايدريشن سيلولار ديهايدريشن فلهذا دائما المريض يحس بالعطش العطش دائما ثرستي ثرستي عطشان. إذا صار loss of water from cerebral cell من خلايا الدماغ فلهذا يسوي لنا confusion and coma يسوي لنا confusion وكoma ما راح يصير ممكن حتى يفقد الوعي المريض. Zafels both cellular and extracellular volume depletion. The rate of lipolysis is increased because decrease insulin activity هذا lipolysis راح يزداد فلهذا free acid are produced then metabolized by peripheral tissue. The fatty acid راح يصعد ويستخدم بواسطة peripheral tissue. The free fatty acid are either converted to ketone by liver or فهذا الفاتي أسيد اللي راح يزداد أما يستخدم كsource of energy ويطلع لنا استالكو إيه وبعدين كيتون بادي بالليفر أو ليه أو ممكن يتحول يرجع فاتي أسيد يتحول إلى ترايجلسرايد VLDL causing severe hypertriglyceridemia. فممكن المريض هنا هسه شعدنا إحنا شنو البايوكيميكال فيتشر؟ اذا البايوكيميكال فيتشر هسه مال ديابيتيك كيتو اسيدوسيس من نقول بايوكيميكال مو كلينيكال فيتشر مو كلينيكال العلامات السريريه كلينيكال يسمونها بايوكيميكال. بايوكيميكال شنو يعني؟ يعني من ندزه تحاليل بالمختبر شلقى الريزلت تجيني دكتور ديكريس بالنورين اول واحده شنو؟ اول واحده هايبرجلايسيميا هايبرجلايسيميا اول واحده فيري جود نلقى الجلوكوز كلش عالي بعد ريس بالجي اف ار لا يعني الجي اف ار يعني احنا جاي نحكي على البايوكيميكال الجي اف ار لازم اجمع له يورين واجمع يورينيميا يورينيا ممكن القى عنده يورينيا صحيح فيري جود يورين يعني نكريز بلازما يورين نلقى اليوريا صح ايش نلقى بعد هايبرترايجليسيرايديميا اسيدوسيس عافية اسيدوسيس فيري جود نلقى اسيدوسيس هيموكونكريشن بلاد خليل بعد هايبرترايجليسيريميا عافية هايبرترايجليسيريديميا فيري جود باليورين شلقى كيتون بدي هيمو بعد يوريا تركيز اللي يوريا يوريا منو قال يوريا يوريا هي موجودة باليورين كيتون بوديز بعد دكتور نلقى تركيز اليوريا بالدم عالي بالبلد دي بالبلد صحيح بالبلد. بدنا يوريميا نلقى يسمونها يوريميا يوريميا احنا قلنا يوريميا يعني انكريز بلد يوريا او بلازما يوري نلقى اليوريا ممكن عالية بعد دكتور هيمو كونكريشن هيمو كونكريشن شلون تقيسينه دكتور فري فاتي اسيد لا قلنا هايبرليبيديميا يعني كريس كوليسترول هايبرترايجليسيريديميا زين وباليورين شنو نلقى باليورين؟ جلوكوز يوريا نلقى جلوكوز ونلقى كيتون. There may be hemoconcentration and reduction of the هاي خدنا ال H ion produced with ketone قلنا ال H ion ينتج ويا الكيتون other than acetone are buffered by plasma bicarbonate. احنا عادة من يصعد ال H ion احنا قلنا هنا ال H ion راح يصعد مو؟ نعم دكتور اي الكيتون بودي هنا راح يصعد الكيتون بودي قلنا راح يصير الاسيتال كو اي راح يصير الفاتي اسيد راح يصعد ويطلع طاقه source of energy beta oxidation fatty acid راح يطلع استالكو اي ويتحول بواسطه الليفر لكيتون بوديز
الكيتون بوليزيز اللي هن اسيتون واستيت وزائدا اتش ايون وبيتا هيدروكسيبيوتريت كيتون بوليز اللي هن اسيتون اسيتوستيت بيتا هيدروكسيبيوتريت فراح يطلع وياهم اتش ايون فلهذا الاسيدوسس راح يصير المريض اسيدوتيك. هاي الاسيدوسس مشكله هاي للجسم كلش مشكله. ايش راح يسوي الجسم؟ راح بف هاي الاسيدوسس من يصعد الاتش ايون ممكن الجسم راح باي كاربونيت راح يصنع باي كاربونيت حتى يعادل الاسيدوسس. فهو هنا صار عند المريض يسمونه ميتابوليك اسيدوسس. شو عند المريض هنا يسمونه ميتابوليك اسيدوسس لان زياده بالاتش ايون زياده بالاتش ايون الاتش ايون جاي يطلع ويا الكيتون بوديز من يطلع عن كيتون فلهذا يسمونه كيتو اسيدوسس. حامضيه الدم راح تصعد وهاي كلش مشكله بالنسبه للجسم. حامضيه مشكله تعتبر يعني هارفول كونديشن للبودي كلش ضاره. زين الاتش ايون الجسم هنا ما يستسلم راح يسوي الجسم راح يضل يطلع بايكربونات بايكربونات من الكدني الكدني يضل يطلع بايكربونات حتى شو تسوي تعادل الاسيدوسس. البايكربونات هذا قاعدي يضل يطلع بايكربونات حتى بلكي يعادل الاسيدوسس. زين the rate of production exceed the rate of bicarbonate generation بس هنا الريت كلش عالي مال الاتش ايون اكثر من طاقه معادله يعني يسمون البايكربونات جنريشن. البايكربونات جنريشن هنا فروم كدني يعني هنا ما يلحق يعادل لي من الار بي سي ايضا يطلع ما يعادل هنا كميه الاتش ايون اللي جاي يطلع كلش عالي فكميه الاتش ايون هنا صار كلش عاليه. هذا المريض بالديابيتيك كيتوسيدوسس الجسم نفس الوقت يقدر يطلع بايكربونات بس كميه البايكربونات ما توصل مرحله معادله الاسيدوسس. يعني هي تطلع بايكربونات بس ما يقدر يعادل هاي الكميه الهائله اللي جاي تطلع من الاتش ايون. فايش يسوي الجسم هنا؟ انذر ميكانيزم هيدروجين ايون سكريشن كوز فول ان يورينري بي اتش. شو يصير هنا يسوي المريض؟ يسمونه ديب ساينج ريسبيريشن. ديب ساينج ريسبيريشن يسمونه كوزمر ريسبيريشن. فيظل نفس عالي وعميق يظل نفسه سريع وعميق المريض بالدي كي اي يجيك دائما بالطوارئ مرات تشوفه المريض يعني نفس كلش عالي ياخذ ويطي ماكو النفس مالته شلون واحد مختنق يسمونه ديب ساين غرقان غرقان بالنفس ياخذ ويطي ياخذ ويطي نفسه سريع يصير يسمونه ديب. هاي ليش يسوي هيك؟ يصير النفس مالته سريع وديب حتى يخلص حتى يطلع السي او 2 عافيه يطلع السي او 2 من يطلع السي او 2 حتى يعني السي او 2 تقلل الاسيدوسس حتى يسوي يسمونه ريسبيرتوري الكالوسس. واضح ريسبيرتوري الكالوسس يسمونه ديب ساينج ريسبيريشن يسمونه كوزمال ريسبيريشن. انتم اخذتوها الاسيد بيس بلاس؟ نعم دكتور نعم. نعطاكم اياها من نعطاكم اياها دكتور عبد الحسن. اي اسيد بيس بلانس هذا موضوع مهم الاسيد بيس بالانس. فلهذا من يصير ميتابوليك اسيدوسس اي كونديشن صار عندنا ميتابوليك اسيدوسس البودي شو يسوي؟ يسوي كومبنسيتوري ميكانيزم يسوي ريسبيرتر الكلوسس. شو ريسبيرتر الكلوسس؟ فيصير ديب ساينج ريسبيريشن هذا خاصه جماعه الدي كي اي فيظل نفس عميق ياخذ ويطيج هيك النفس مالته واضح؟ يعني غرقان يسمونه غرقان نفس عميق على مود يطلع سي او 2 يظل يطلع هواي سي او 2 حتى من يطلع سي او 2 يخلصنا من الاسيدوسس حتى يسوي ريسبيرتر الكلوس حتى يعادي يخلصنا من السي او 2 والسي او 2 هو طبعا يزيد الاسيدوسس. بالميتابوليك الكلوسس بالميتابوليك الكلوسس ذا بالعكس خلينا نقول الاتش ايون قليل البي اتش صارت عاليه مال البلط هاي هم مشكله. اذا صار مو ميتابوليك اسيدوسس صار مثلا ممكن يسمونه ميتابوليك الكلوسس يعني بالعكس هنا البي اتش صعدت مو نزلت. احنا البي اتش اذا صعد شنو معناها؟ الكلوزز واذا نزل اسيدوسس الاتش ايون اذا نزل يعني البي اتش صعد يعني هنا الكلوزز شو يسوي هنا ريسبيرتوري شو يصير؟ يخفض يحبس النفس حتى يحبس السي او 2 يحبسه حتى يسوي يسمونه ريسبيرتوري اسيدوسس كومبنسيتوري ريسبيرتوري زين. فهذا ابو المريض ابو الدي كي اي هنا يجيك كوزمال ريسبيريشن يجيك غرقان مختنق والشم من عنده من النفس مالته يسمونها اودر اوف اسيتون ريحه صبغ الاظافر. هذا صبغ الاظافر مال يستخدموه شلون الريحه هاي يسمونها اسيتون ريحه الاسيتون
شم النفس مالته شم الريحه كلاسيكال فيتشر اوف ديابيتيك كيتوسيدوسيس شمها بالطوارئ مرات بالطوارئ تجي وشوفها النفس مالته عميق وشم ريحه الاسيتون للنفس مالته. البوتاسيوم هنا شو يصير بيه؟ هسه قلنا الجلوكوز عالي هايبر جلايسيميا، اليوريميا صار عندهم، صار اسيدوسيس، هايبر ليبيديميا، هايبر ترايجليسرايديميا، هايبر كوليستروليميا. البوتاسيوم هنا شو يصير عندهم؟ محل البوتاسيوم، هذا هم مشكله البوتاسيوم، اذا صعد مشكله يسوي له، واذا نزل يسوي له مشكله. يزداد. الكونستريشن مي بي ريزد. شلون ريزد؟ يعني من نقيسه اسحب بلاد. مرات المريض اجلسه يجيني مرات يطيني فد نورمال او عالي خطا بس هو هذا العالي الرقم مو معناه هذا الرقم الحقيقي له هذا الريز مرات ممكن يطلع لي بالتحليل مرات اسحب للمريض بوتاسيوم واجلس التحليل يطلع لي عالي مرات او نورمال المريض في حاله اول ما يجي هذا احنا قلنا المريض مو يصير عنده اوزموتيك دياليسيس المريض بالديابتك قلنا يصير عنده جلوكوز يوريا مو؟ نعم دكتور جلوكوز يوريا الجلوكوز يوريا شو تسوي لي اوزموتيك دياليسيس مو؟ اظل قلنا شلون شبهت لكم قلت لكم شلون اسفنج اظل تسحب وياها الووتر تسحب وياها الالكترولايت فيصير الكترولايت لوس هذا من يطلع الجلوكوز يسحب وياه الماء يسحب وياه الووتر يسحب وياه الالكترولايت واضح؟ فيظل يسحب وياه وين باليورين يظل يفقد فالجسم يفقد املاح يفقد البوتاسيوم فيصير اوزموتيك دياليسيس وتاثر لنا على الاملاح من ضمنها البوتاسيوم فيصير لوز اوف بوتاسيوم وذ يورين اذا لوز اوف بوتاسيوم باليورين كان شلون نقول احنا نقول ميبي ريست شلون نقول عالي هنا بيكوز ات ويل يطلع من الداخل الخلايا للخارج عافيه فيري جود هنا سكندري تو ميتابوليك اسيدوسس احنا قلنا المريض هنا اسيدوسس والاسيدوسس شو تسوي الاسيدوسس تسوي مشكله تسوي افلكس اوف بوتاسيوم فروم انترا سيلولر تو اكسترا سيلولر هاي الاسيدوسس تظل تسحب البوتاسيوم شلون قلنا شلون مساعه قلنا الهايبر اوزمولاريتي تسحب الووتر من داخل الخليه الى خارج الخليه مساعه قلنا الاوزمولاريتي العاليه تظل تسحب الووتر فيصير ووتر لوس فروم سيل فيصير ديهايدريشن يسمونه سيلولر ديهايدريشن هنا نفس الشيء الاسيدوسس الحامضيه العاليه تظل تسحب البوتاسيوم تسوي افلكس اوف بوتاسيوم شنو افلكس يعني خروج عكسها انفلكس افلكس اوف بوتاسيوم يعني البوتاسيوم يظل يطلع من داخل الخليه الى خارج الخليه خارج الخليه يعني وين بالبلازما يعني للبلد واضح فالاسيدوسس سوي لنا مشكله الاسيدوسس هاي الاسيدوسس راح تسوي افلكس اوف بوتاسيوم راح تسحب البوتاسيوم من داخل الخليه الى خارج الخليه بنفس الوقت يسمونه دي ريديستريبيوشن بنفس الوقت يسمونه مرات فيلر اوف جلوكوز انتري انتو ذا سيل ان ذا ابسس اوف انسولين دخول البوتاسيوم حتى يدخل من البلد الى داخل الخليه لازم يحتاج انسولين الانسولين لانه يدخل وين الجلوكوز هو مرات يعني يحتاج الانسولين حتى يدخل الى داخل الخليه بالنسبه للبوتاسيوم دخوله الى داخل الخليه هنا الانسولين شنو؟ ماكو هنا مصفر المريض ما عنده انسولين فلهذا فلهذا البوتاسيوم انترنسيل راح يصير به خلل فلهذا لانه ديوتو ديفيشنسي اوف انسولين يعني هسه شنو الكوز مال هايبركاليميا اذا لقينا مثلا البوتاسيوم ريز خلينا نقول بالبلد بالبيشن ديابتيك اسيدوسس ديوتو اولا تقول ديوتو اسيدوسس الاسيدوسس راح تسوي لنا ريديستريبيوشن كوز اوف افلكس اوف بوتاسيوم فروم انترا تو اكسترا ثانيا فيلر اوف جلوكوز انتري انتو ذا سيل ان ذا ابسس اوف انسولين اند ابس بيكوز اوف لوغلم واضح ديوتو فيلر اوف جلوكوز انتري انتو ذا سيل لانه يدخل وين الجلوكوز فلهذا البوتاسيوم يحتاج انسولين نفس الشيء مرات يعني وين الجلوكوز يدخل؟ حتى يدخل لداخل الخليه. فهنا يقول ديسبايت هايبركاليميا ممكن مرات يعني من نقيسه يعطيك مرات نورمال بوتاسيوم او عالي، مو شرط احنا مو دائما على المريض بالدي كي ان تشيك البوتاسيوم عالي، بس مرات يجينا عالي بالتحليل. ما
مرات السحبه يجيني عالي بالبلد. ليش؟ لانه انسحب، هو مو معناها عالي بس انسحب شكو داخل الخليه، شكو داخل الخليه داخل السير انسحب، لانه نتيجه الاسيدوز، هاي الاسيدوز سوت لي مشكله، سحبت البوتاسيوم من داخل الخليه الى البلد. فمن هيك القاه هايبركاليمي، يعني القاه البوتاسيوم عالي، بس هذا هل هو صحيح هايبركاليمي؟ رغم هذا اكو يسمونه توتال بودي ديفيسيت، يعني اكو ديفيشنسي بالبودي بداخل الخليه، مو معناها هنا فتوتال بودي هايبوكاليمي يصير. ليش؟ لانه ديو تو انكريز يورينري بوتاسيوم لوس ان ذا بروسس اوف اوزموتيك دياليسيس. قلنا من يصير اوزموتيك دياليسيس هذا راح يسحب ويا البوتاسيوم، يسحب ويا الجلوكوز يسحب ويا البوتاسيوم يسحب ويا الووتر، فراح يصير لوس اوف بوتاسيوم مين باليورين، يعني جاي يطلع من داخل الخليه للمن للبلد فنلقى البوتاسيوم مرات عالي، وبنفس الوقت راح ينفقد ويا اليورين البوتاسيوم، فيصير توتال بودي ديفيسيت احنا. فلهذا من العالج المريض بالديابيتيك كيتوسيدوز، المريض من العالج يعطي تريتمنت من يجيك الطوارئ، دائما اول شغلتين تعطي كلش مهم، ثلاث شغلات ثلاث لاينات. اول واحده فلويد، لازم تعطي فلويد تو كوركت ذا هايدريشن ستيت، لانه هو شنو الاوزمولاريتي مال تعالي صار دي هايدريشن. فلويد تعطي انسولين وتعطي بوتاسيوم، ذن يسمونها لاين اوف تريتمنت اوف دي كي، ان شاء الله تاخذها بالباطنين، تعطي فلويد اهم شيء تعوضه وتعطي انسولين ثاني شيء حتى ياخذ الجلوكوز، يخلي الاوزمولار يخلي ياخذ الجلوكوز يدخله من داخل من الاكسترا سيلولر للانترا سيلولر، هذا من يدخل راح يدخل وياه البوتاسيوم، فبالتالي نتوقع انه البوتاسيوم راح يصير لوس. وبنفس الوقت احنا عندنا هواي نفقد باليورين البوتاسيوم نتيجه الاوزموتيك دياليسيس، فلهذا وراها لازم نعطي بوتاسيوم، نعلق له اكو اوفر بوتاسيوم نعطي للمريض. فلهذا ديورنج تريتمنت بلازما بوتاسيوم كونستريشن مي بي فور از بوتاسيوم ري انتر تو ذا سيل، من نعطي ليش؟ لانه من نعطي انسولين احنا قلنا راح يدخل ويا الجلوكوز الى داخل الخليه من الاكسترا للانترا، احنا عندنا هواي فاقدين باليورين بوتاسيوم، فلهذا نتوقع راح يصير هايبوكاليميا، فلهذا نعطي بلازما بوتاسيوم. ليش؟ لانه اذا ما اعطينا بوتاسيوم راح يصير سيفير هايبوكاليميا. هايبوكاليميا شنو يعني؟ deficiency of decrease level of potassium level in blood، يعني decrease potassium level in blood. الصوديوم نفس الشيء، maybe هم يصير هايبونكريمي، راح يصير فقدان باليورين نتيجة اوزموتيك افكت، هاي اكسترا سيلولار جلوكوز نفس الشيء هنا. بس مرات بعض الحالات من يصير سيفير ديهايدريشن هم من شيء كي يعطيك مرات صوديوم عالي نتيجه ديهايدريشن، ومرات الهايبر ليبيديميا، خاصه الهايبر ترايجليسرايديميا زياده الدهون يعطيك يسمونه سيدو هايبونتريميا، تخربط لي التحليل دائما يعطونه يسمونه سيدو هايبونتريميا، يعني الصوديوم ليفل قليل. الهايبروزموليكيتوما هاي هم مهمة، يعني هاي تصير بالتايب 2. الهايبروزموليكيتوما هاي تصير بالتايب 2 الديابيتس مو بالتايب 1، يعني يصير السكر النوع الثاني، يعني اوزمولاريتي عالية بس ماكو كيتون بوديز هنا، يصير اوزمولاريتي عالية بس ماكو كيتون. بالديابيتي كيتوسيس there is low always plasma hyperosmolarity. بالدي كي اي يقول لك هنا hyperosmolarity due to hyperglycemia. And many of symptoms include those of infusion coma، راح يصير confusion coma. هنا قلنا ليش؟ لان due to cerebral dehydration. الhyperosmolar coma usually confined a condition in which there is marked hyperglycemia. هنا هم يصير hyperglycemia، سكر كلش عالي but not ketoacidosis. ليش هنا؟ هنا يصير كلش عالي، الاوزمولاريتي عاليه والهايبرجلايسيميا عاليه بس ما ketoacidosis. The reason for these different not clear، بس يقول لك هذا suggests that insulin activity، هنا الانسولين activity
sufficient to suppress lipolysis، انها تمنع اللايبوليسس بس ما تمنع الكون، يعني بس ما تقدر تسيطر على الكنترول ذا بلود جلوكوز ليفل. يعني هنا يقول لك الانسولين موجود كافي ممكن يسيطر لي على اللايبوليسس، يمنع اللايبوليسس but insufficient to suppress hepatic gluconeogenesis or facilitate glucose transport into the cell، يعني to control the blood glucose level. يسمونها هايبر اوزمولر هايبر جلايسيميك ستيت، يعني يصعد الهايبر جلايسيميا ويسوي لنا هايبر اوزمولاريتي خصوصا بالاورجين. دكتور هو نفس السبب حتى ما يصير بالتايب 2 لوس وايت، يعني فقدان وزن بيمن بالتايب 2؟ اي نعم دكتور، نفس الشيء تايب 2. بعدين هو يجيك بالبداية اوبيس بس ورا فترة سنتين ثلاثة يبدأ بعدين يضعف يصير ويت لوس، نفس الشيء هنا قلنا ديوتو ابسوليوت او ريلاتيف انسولين ديفيشنسي، ابسوليوت بالمحاضرة او ريلاتيف، يعني ريلاتيف مرات يصير ضعف بالمنكرياس بالتايب 2 او مرات يصير ريزيستنت، يعني يجي الانسولين يقعد على الريسبتر مالته بس ما يشتغل، فهنا هم يبقى الخليه، هم تبقى الخليه نفس الشيء، هم راح تبقى الخليه هنا ما راح تتغذى على الجلوكوز. واضح؟ تمام دكتور. بس ما يصير لايبوليز، نعم دكتور، بس ما يصير لايبوليز بس للتايب 1؟ لا ما له علاقه، هو بس اللي راح يصير بروتينوليسيس لان الخلايا تحتاج غذاء الجلوكوز فما راح تتغذى، مرور الوقت راح يصير لانه راح يصير كانه انسولين انسفيشنسي. تمام دكتور. انسولين هنا كانه حاله حال انسولين انسفيشنسي، نفس الشيء انسولين موجود بس ما جاي يستفاد من الجسم، انسولين عالي قسم من عندهم يسمونه، يعني ديسبايت هاي بلازما ليفل اوف انسولين هرمون، ولكن يعني هنا ما راح يصير كميتابوليزم كانابوليك هرمون يتفاد، هم نفس الشيء هم راح بمرور الوقت ما راح يصير يعني لا ليبيد سينثيسيس لا بروتين سينثيسيس، فبالتالي يصير ويت لوس المستقبل، بروتين سينثيسيس الليبيد سينثيسيس راح يتاثر. واضح؟ واضح. يعني هو قلنا انابوليك هرمون أيه. هنا تركيزه ممكن حتى يوصل 900 ملي جرام 50 900 ملي جرام بير دي سي لتر او 50 50 ملي مول بير لتر، ذا افكت اوف جلوكوز يوريا ار ديسكرايب، نفس الشيء هنا هم يسوي شنو اوزموتيك دياليسيس ويسوي الكترولايت لوس، بس هنا ما كيتو اسيدوسس ما كيتو اسيدوسس، وهنا الهايبرزمولاريتي عاليه يسوي بريرينال يوريا بنفس الميكانيزم مال ديج سيروبرا سيلولار ديهايدريشن، هنا يصير اوزمولاريتي عاليه نفس الشيء نفس ذاك وتكونترول، بس هنا الفرق انه ما كيتو اسيدوسس ممكن يصير كوما يفقد الوعي. زين انكريز ذير ميبي انكريز ريسك اوف ترومبوسيس، ممكن يصير خثره عنده هنا لان هو الدرلي خاصه هذول الكبار بالعمر هناك صارت جلطه عنده ترومبوسيس جلطه. Investigation of patient with diabetes. أنت جاك مريض، جاك مريض العيادة وشكيت بيقول لك الدكتور جاي شوية تبول هواي بالليل قعدت ثلاث مرات أربعة، أو مرات يجي يقول لك جاي وزني جاي يقل جاي عطش هواي، هاي يسمون العلامات السريرية clinical feature، يقول لك مرات جاي عطش هواي شو عطش هواي ما لحق عطش هواي وتبول هواي بول دبسي وبول يوري شكيت فيك، أو مرات يقول لك الدكتور جاي يفقد وزني. ابسط تيست هو يورين جلوكوز تيست، احنا ايش نسوي مرات ندز تحليل يورين جلوكوز باليورين، احنا نورمال ما نلقى جلوكوز باليورين يسمونه يورين جلوكوز تيست باي سنسيتيف جلوكوز سبيسيفيك دبستك، دبستك هو هذا الشريط يسمونه هو هذا ذير از نو شوجر ان يورين يوجوالي موست فلتر جلوكوز ان ذا، احنا كل اللي يتفلتر بالجي اف ار مرات الجلوكوز يتفلتر عن طريق الجي اف ار بس يسمونها بروكسيمال، قلنا هاي شلون سيطره بروكسيمال كونفوليوتد تيوبيول، اكل بروكسيمال هاي تسحب شكو جلوكوز يتفلتر يطلع باليورين السحبه يسمونها رينال ثريشولد، موست فلتر جلوكوز از ري ابزورب باي بروكسيمال كونفوليوتد تيوبيولز. الجلوكوز يوري شنو تعريفه ديفاين وين البلازما اند ذير فور جلوميرول فلتريشن ليفل جريتلي اكسيد ذا تيوبيولر ابزوربت كاباسيتي اكسيد ذا رينال ثريشولد، اكسيد رينال ثريشولد او يسمونه اكسيد ذا توبيولر ري ابزوربتيف كاباسيتي يعبر الرينال ثريشولد، اذا بتركيزه بالبلازما او الفلتريشن ريت مال الجلوكوز عبر الرينال ثريشولد او يسمونه توبيولر ري ابزوربتيف كاباسيتي، اذا عبر ايضا يطلع باليورين هنا
This may be. أولا, the plasma glomerular filtration concentration are more than 180. أكثر من الحد الفاصل اللي هو الرينال ثريشولد 180 ملغ. مثلا وصل تركيز السكر 190, 200, 250, يظل يطلع باليورين. إذا أكثر من الرينال تي أبزورب كاباسيتي, هو عنده قابلية هذا يوقف بالبروكسيمال ويسحب الجلوكوز. بس الجلوكوز من يجي قش الحد ال 150 160 170 يسيطر عليه, بس من يعبر أكثر من 180 يصير أكثر من قدرته بعد. هنا يظل وين يعبر؟ يظل يعبر باليورين. يسمونه مور ذان اكسيد ذا رينال توبيولار ري أبزورب كاباسيتي اللي هو 180. مرات الرينال ثريشولد ينزل, مرات هو السكر طبيعي, تركيز السكر دم, خلينا نقول بالدم مثلا بالبلد كونستريشن او بلد جلوكوز ليفل مي بي نورمال, مرات مثلا 130 ملغ 120, ونلقى جلوكوز يوريا. هذا شو يسمونه؟ الرينال ثريشولد نازل هنا, يعني اقل من 180. This is usually harmless condition. بالبريجننسي الحوامل دائما نلقى هاي الحاله. بالحوامل, حوامل دائما تجي مرات تسوي لها جذر اليورين, تحليل ادرار عادي, اي برجننت, مرات مو كل البرجننسي, مرات قسم من الحوامل, فتجي تشيك مثلا جنرال يورين اللي هناك يطلع لك شوغر صليبين, مثلا يجيك شوغر يقول لك طش هذا طلع سكر بالادرار, اشتك بيها انت, خاب بيها صاير سكر مال حمل, اديسها تحليل السكر يطلع 100, يطلع 90 ملغ او 100 ملغ بير دي سي لتر. هل هاي حاله طبيعيه؟ هاي يصير بالبرجننسي ديوتو decrease GFR as a result of an increase GFR. GFR is that the renal threshold يقل. يعني كفسيولوجيكال تشينجز بالبرجننسي, اكو تغييرات فسيولوجيه تصير بالبرجننسي, وحده منها يصعد الجي اف ار, القش مال الجي اف ار يصير قوي, واضح؟ فيظل يفلت من شلون, مثل ما تقول لي هذا شلون اعتبره, هي شلون واقف سيطره, وهذا يجي بالحاله الاعتياديه مسيطر عليه يسحبه من يوصل 100 120 ملغ مسيطر عليه. بس اذا يجي قش قوي اكيد من عنده, يعني ما راح يسحبه كله, اكو من عنده راح يعبر نتيجه فسيولوجيكال تشينج due to increase GFR. GFR راح يزداد هنا بالبريجننسي, فلهذا يصير جلوكوزيوريا with normal blood glucose level. هل كل جلوكوزيوريا هي diabetes؟ لا, التموت ال... احنا من نقول, من نقول جلوكوزيوريا شنو معناها؟ هاي جلوكوزيوريا معناها جلوكوز باليورين, ممكن واحد من اسبابها هو ديابيتس, فاحنا ندزه تحليل راندوم بلاد شوغر, اذا لقيناه عالي هذا معناها السكر هو الديابيتس هو اللي مسوي لي جلوكوزيوريا. اذا لقينا الجلوكوز نورمال, بلازما جلوكوز ليفل نورمال, لقينا مثلا خلينا نقول 100 والجلوكوز باليورين مستمر, جلوكوزيوريا موجود, ولقينا نورمال جلوكوز باليورين, نورمال لقينا قصدي جلوكوز باليورين يعني جلوكوزيوريا لقينا, ونورمال بلازما جلوكوز ليفل, شيكنا الجلوكوز ليفل تركيز السكر بالدم لقينا نورمال, شو نسمي هاي الحاله؟ رينال جلوكوزيوريا. فيري جود, رينال جلوكوزيوريا يسمونها ديجنسي. ها عافيه, رينال جلوكوزيوريا. دكتور بس بالحوامل؟ بالحوامل اكو يسمونه, اكو بعض الحالات اكو كونديشن يسمونه, اكو يسمونه فانكوني سندروم, مرات يصير بروكسيمال convoluted tubule, proximal convoluted tubule dysfunction. اكو بعض الحالات يصير يسمونه proximal convoluted tubule dysfunction. يعني البروكسيمال احنا ايش قلنا؟ اول ما يتفلتر, هسه احنا مو يتفلتر السكر, جي اف ار يتفلتر الفلويد ويا البوتاسيوم ويا السكر كله يتفلتر عن طريق الكدني. اول شيء يلقاه قدامه شنو هو؟ البروكسيمال convoluted tubule. بعدين لوب اوف هنلي, بعدين ديستال كونفوليوتد, بعدين كولكتنج دب. بالبروكسيمال هو هذا المكان يصير بيه ري ابسوربشن, البوتاسيوم يرجع ينسحب, الصوديوم يرجع ينسحب, عندك الجلوكوز شكو شيء يتفلتر يرجع يسحبه, يسحبه ما يخليه يعبر باليورين, واضح؟ بالبروكسيمال مرات قسم من الناس يصير عندهم بروكسيمال كونفوليوتد توبيول ديسفانكشن, اكو كونديشن اللي يسمونها فانكوني سندروم. فانكوني هذا تاخذه ان شاء الله بالرينال بالباطنين, هذا ديوتو ممكن ميتالز بويزنينج, ممكن ديوتو ويلسن ديزيز,
هواي اسباب تسبب تسوي يسوي البروكسيمال كونفوليوتد توبيول ديس فانكشن. يعني البروكسيمال هنا ايضا ما يسحب ما يسوي لي ابزوربشن. فحتى بالحاله الاعتياديه شكو جلوكوز يعبر حتى لو تركيزه خلينا نقول 100 ملغ ويعبر ما يسحبه صحيح واضح. فوين يضل يطلع لي جلوكوز؟ باليوري. ليش هنا يطلع نتيجه خلل وين يصير بالبروكسيمال كونفوليوتد توبيول؟ انتم اخذتوا الرينال غير اخذتوا الرينال ما في الفسيولوجي نعم اي المفروض هسه انتم الشرح اللي عال اي. فهنا مرات يصير بروكسيمال كونفوليوتد توبيول ديس فانكشن. فمرات نلقى جلوكوز باليورين نلقى جلوكوز ونلقى وتركيز السكر بالبلد تركيز الراندوم بلاد شوجر نلقاه نورمال. هذا ممكن بريجننت يصير بحالات البريجننسي. لا مو بريجننت ممكن هذا يسمونه بروكسيمال كونفوليوتد توبيول ديس فانكشن. هنا ايش نلقى؟ مو بس الجلوكوز يضل يعبر، نلقى البوتاسيوم الصوديوم الكلور كلهم يضلون يطلعون باليورين. فيصير لوس اوف جلوكوز لوس اوف بوتاسيوم لوس اوف صوديوم واضح؟ يضل يطلع باليورين. هاي ديو تو يسمونه رينال جلوكوز يوريا يسمونه رينال. يعني هنا من تقول جلوكوز يوريا بس جلوكوز يوريا خلي بالك هذا ممكن ديابيتس. بس اذا قلت رينال جلوكوز يوريا شنو معناها؟ هذا ديابيتك لو مو ديابيتك؟ مو ديابيتك. مو عافيه مو ديابيتك. يلا نكمل المحاضره الجايه. احنا ان شاء الله من الاسبوع القادم